إبراهيم السيد حسن مواليد 34. داخل روحي حدثنا عن نفسه، هو السمرة بتاعتي بشتغل فيه وباكل، بدل ما اقول له واحد هات اديني لا اشتغل. نخنا هو رزقي مش غيره، بطلع اكلم وادني والقح لغايه لين بطلع نخنا. ابوي علمني، هو بص الاقي ناس تشتغل بشتغل زي، وانا قاعد كده اتفرج عليه وانقل شغله. أنا لقيت عمنا تعبانة، وكان ياخذ ثلاث تعريفة قرشين ساغ دفاع الملك فؤاد وملك فاروق. كان أسخن واحد جمع كله يشتغل بالمدة في الدش الإنجليزي ب 45 ساغ، الأسبوع ب 45 ساغ. أفضل كنت باخذ 5 ساغ و7 ساغ، وقتي بناخذ 15 جنيه على النخل. أنا مشتغل حر. مش الحر على قدي، عملت 3 نخلات 5 نخلات وهي ماشي العملية، معي 4 بنات بودهم وبعيالهم، هات يا سيد مادي يا سيد، وأنا باعي وبصرف مصرف بصرف يعني، عندي هواية أطلع وأشتغل وأجي الأول. بس ما فيش، أولادي مش إلا محمد وعبد العظيم هم اللي طلعوا النخل، أما الباشمهندس السيد ما طلعش النخل. غزات كثير، زاد أكثر من 1000 نخل للخلق الله، يجيني عند إيدك خضرة وزعلنا حتى النخل دي، تقلعها من أمها قلح سليم وتجيب لها الشحمة، عايزها من عندي القطع وعايز مطلعها عند أمها عشان الدود والسوس ما يجيش هنا ولا هنا، الزراعة بالصلاة على النبي بتطلع، لا ما تعدش أيام سوينا شباب يعني. لو 15 متر يطلعها 20 متر يطلعها، ان الهواء يجيبك كده ويوديك كده وانت راتب مش حاجه. ولد عبد الناصر وكنت في اليمن، كان جاي يزور اليمن وانا سلمت عليه في الحديده واشتكت في حرب 73. الانسان منا ما دام مستقيم وماشي صح يطلع عياله صح زيه، ويرضى بمقسم ربنا عليه يقوم يجيد، لا زيارة ولا كلام فاضي ولا سمع واحد مفسود ولا اسمع كلمة واحد مفسود. أذني مية مية في حالي، كلت بلحمة دي في بيتي، كلت بملح دي في بيتي، وراضي بقسم ربنا عليه لغاية الآن الحمد لله. أولادي زيي برضه.